دخل أهل الجنة إلى الجنة ودخل أهل النار إلى النار، فإن رجلا من أهل الجنة يقول: يا ربي أين صاحبي فلان؟ أين صديقي فلان؟ لا أراه معنا في الجنة. فيقال: هو في النار. فيقول هذا المؤمن: يا ربي يا ربي لا تكتمل لذتي بالجنة إلا بوجود صديقي فلان معي. فيأمر الله تعالى بذلك الصديق فيخرج من النار إلى الجنة فيدخلها. فإذا دخلها يقول أهل النار: من شفع له؟ من أخرجه؟ عنده عمل صالح؟ فيقال: لا. أبوه شهيد؟ أخوه شهيد؟ لا. شفع له الأنبياء والمرسلون؟ لا. فمن شفع له؟ قالوا: شفع له صديقه الصالح. عندها يصيح أهل النار ويقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.